من غزة ينضم إلينا هشام هنا المتحدث الرسمي للجنة الدولية للصليب الأحمر. سيد هشام أهلا بك. قبل أن نتحدث عن الوضع الصحي ووضع القطاع الصحي في غزة، لنبدأ من عملية إجلاء 31 طفلا من مستشفى الشفاء إلى الجنوب لاحقا، من المفترض أن يتم إرسالهم إلى مصر أو إلى مستشفيات مصر. متى يرسلون بالفعل إلى مصر وكيف جرت عملية الإجلاء هذه؟ نعم سارة، شكرا لكم على استضافتكم. لقد كنا نتابع حسب مجريات الأمور بما يتعلق بالعملية العسكرية التي قام بها الجيش الإسرائيلي داخل مجمع الشفاء الطبي، بالرغم من تحذيرنا من المخاطر الهائلة التي قد تطال من داخل المستشفى، وهم من الفئات التي أصبحت أكثر ضعفا على مدار الأيام السابقة، وسعيدون برؤية أنه تم إخلاء أو إجلاء هؤلاء الأطفال الأبرياء ليتلقوا رعاية صحية أفضل مما كان متاحا في مجمع الشفاء الطبي طوال هذه الفترة العصيبة. ليس لدينا معلومات في الواقع عن متى سوف يخرجون عبر معبر رفح لتلقي العلاج، ولكن يعني هناك أطراف عديدة اشتركت في هذه المهمة، منها منظمات مختلفة أو من أدرع الأمم المتحدة، كذلك جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. هذه أخبار تسعدنا، ولكن لا زال هناك العديد من المرضى والجرحى داخل مجمع الشفاء الطبي وغيرها من المستشفيات، كذلك العديد من المدنيين الذين لا زالوا عالقين في منازلهم في أنحاء مختلفة من مدينة غزة وشمال القطاع. لذلك نحن لازلنا أيضا نعمل بشكل حديث مع كافة الأطراف بهدف أولا ضمان توفير الحماية المطلقة للمدنيين الذين يرغبون في الخروج، وذلك يجب أن يتم بممرات آمنة بمعنى الكلمة، يعني تكون أيضا واضحة المعالم والمواقيت لهم. ثانيا أننا لازلنا على أهمة الاستعداد لممارسة دورنا كوسيط إنساني محايد إذا ما توفرت التدابير الأمنية اللازمة لانخراطنا في مثل هذه المهمات بشكل الذي يضمن. هل وعدتم بتوفير هذا الممر الآمن؟ ومن هي الجهات التي تواصلتم ربما معها من الجانب الإسرائيلي أو المنظمات الدولية الأخرى؟ يعني نحن على تواصل مباشر، يعني لم ينقطع على مدار الأيام السابقة مع جميع الأطراف بما فيها السلطات الإسرائيلية، بخصوص تمكيننا من الوصول إلى شمال قطاع غزة، سواء لجلب الدعم الإنساني المنقذ للحياة للمستشفيات أو لإجلاء المصابين. هذا الأمر لا زال قيد البحث، نتمنى أن يحدث هناك اختراق في هذا الأمر لأنه على سلم أولويات الصليب الأحمر الآن. كذلك نحن ننسق مع كافة الأطراف المنخرطة بما فيها الأمم المتحدة بهذا الخصوص. الوقت الآن يعني حرج للغاية، والوضع يعني الوضع الصحي في قطاع غزة وصل إلى مرحلة لا يمكن الرجوع منها. نحن نتحدث ليس فقط عن مستشفيات شمال غزة التي أصبحت من تبقى منها على قيد العمل يعني معدود على الأصابع، ولكن أيضا المستشفيات جنوب غزة تكافح من أجل البقاء على قيد العمل. أطباء الصليب الأحمر يعني واصلون الليل بالنهار في سبيل إجراء العمليات الجراحية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حياة هؤلاء المدنيين الذين تعرضوا لإصابات بليغة ومنهم الأطفال بالذات. أيضا لازلنا نبحث كيفية زيادة الدعم الإنساني لدخول قطاع غزة وجمع مزيدا من الفرق الإنسانية ودخولها إلى قطاع غزة في ظل التحديات الكبيرة، تحديدا على غياب التدابير الأمنية التي تمكنها من الأهالي من غزة. المطر يجرف ما قاموا بإنشائه من خيم أو من سواتر تقيهم من المطر، والريح شديدة جدا يعني تقوم باختلاع هذه. وفي هذا الطقس السيد هشام، وفي ظل حديث وصور بالتأكيد كنا تابعناها عن جثث ما زالت ملقاة في طرقات وعدم إمكانية دفن جميع من قتلوا في هذه الحرب، ما أبرز المخاوف أو أخطر ما قد يواجهه القطاع الآن؟ اولا هو الا يتوقف سير العمليات العدائيه على هذا المنوال، ونحن لقد يعني شهدنا في الاونه الاخيره ارتفاع في نسب سقوط العديد من المدنيين، ما بين من فقدوا ارواحهم وما بين يعني الجرحى. هذا امر خطير جدا بالنسبه لنا، ونحن نضغط بهدف توفير الحمايه بالنسبه للمدنيين وتجنيدهم الى المسلح، هذا من جهه. من جهه ثانيه انه لا يعد في مقدور الاهالي في غزه الصمود في وجه الحرب،
الإنسانية البائسة، أو يعني دعني أسميها الأوضاع اللا إنسانية البائسة التي يعيشونها. كذلك تدهور الوضع الاقتصادي، غياب الغذاء والدواء والمياه وإمدادات الكهرباء والطاقة، لا يوجد ملابس ستوية حتى للأطفال، يعني من خرجوا بما عليهم من ملابس وخاضوا خضور من رحلة عناء وبحث ومحاولة نجاة، من حقهم أن يعني ينالوا من الراحة وأن يستطيعوا أن يلتقطوا أنفاسهم قليلا. نعم، شكرا لك من غزة، كنت معنا هشام هنا المتحدث الرسمي للجنة الدولية للصليب الأحمر. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.